جرافات الاحتلال تدهس مخيمات النازحين بمن فيها من جرحى ومصابين وتركتهم جثث هامدة. الكلام ده حصل بالفعل داخل ساحة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في مجزرة جديدة تضاف لسجل انتهاكات إسرائيل. مستشفى كمال عدوان اللي كانت بتضم 60 جريح و12 طفل و6 من الخدش، ده غير 100 شخص من الكادر الطبي والإداري و3000 نازح. قوات الاحتلال قدرت تخرج المستشفى من الخدمة بعد حصار دام 7 أيام ومنعت عنها أي إمدادات واعتدت على الجرحى والمصابين وأطلقت عليهم كلاب نهشت فيهم، وده تسبب في استشهاد فلسطيني. انت قادر تتخيل بشاعة المشهد؟ ده غير طبعا استشهاد حوالي 12 جريح كانوا في ساحة المستشفى. وزارة الصحة الفلسطينية صرحت بأن قوات الاحتلال طلبت من النازحين تسليم نفسهم، وبعد ما ده حصل بالفعل جردتهم من ملابسهم بعد ما اعتقلت حوالي 70 منهم. يعني لا جرحى ولا كوادر طبية ولا حتى أموات سلموا من انتهاكات الاحتلال. والسؤال هنا، اللي المفروض يعيشوا أهل غزة أكتر من كده عشان يتحرك العالم لوقف إبادتهم؟